النعاس والإرهاق، ضعف التركيز وانخفاض الأداء الوظيفي، كلها أعراض شائعة في نهار رمضان، وسببها الرئيسي اضطرابات النوم من ساعات راحة قليلة أو متقطعة. لتقليل هذه الاضطرابات هناك عدة نصائح، أولها القيلولة قبل الإفطار بشرط ألا تتعدى 30 دقيقة، أي قبل الدخول في مرحلة النوم العميق حتى لا تؤثر على النوم ليلاً. ويفضل النوم بعد صلاة العشاء لأربع ساعات قبل الاستيقاظ لتناول وجبة السحور، ثم النوم لمدة ساعتين إضافيتين بعد الفجر وقبل الذهاب إلى العمل. النشاط البدني في النهار يمكن أن يساعد على النوم بسهولة أكبر أثناء الليل، وأفضل الأوقات لممارسة الرياضة يكون قبل ساعة من الإفطار. بشكل عام ومن أجل نوم أفضل، تنصح أيضاً مؤسسة النوم الوطنية في الولايات المتحدة بإبعاد الأجهزة الإلكترونية كالتلفزيون والكمبيوتر والهواتف الذكية من غرفة النوم.